اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع بعض باقي الفقرات في برنامج الترند. نروح مع بعض ونكمل الجزء المتبقي في ترند الاهلي. اتكلمنا على ناصر ماهر واتكلمنا على مروان محسن. طب اليوم السابع النهارده بيتكلم على اليو ديانج. اليو ديانج لا يفوتك ارقام اليو ديانج مع الاهلي قبل هوجه عروض الاحتراف. ارقام الدبابه ديانج مع الاهلي قبل هوجه عروض الاحتراف طبعا من خلال صفحه اليوم السابع. القيمة التسويقية 2 مليون يورو، 34 مباراة هذا الموسم، هدف وحيد، 3 اسيست، 75 مباراة في كل البطولات، 5186 دقيقة لعب، 3 أهداف، 6 اسيست. بطولاته مع الأهلي الدوري والكأس في الموسم الماضي، كأس السوبر الإفريقي اللي اتحقق على حساب نهضة بركان، دوري أبطال إفريقي على الزمالك في التاسعة، برونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيل. برضو أليو ديانج، كلام كتير قوي بخصوص أليو ديانج، عروض احتراف وعرض من تركيا وعرض من اوروبا. اليو ديانج لم يتلقى اي عرض رسمي، وفي التوقيت اللي البعض بيحاول يشغل الناس بعروض لبعض لاعبي الاهلي عشان الناس ما تتكلمش على عروض لاعبي انديه اخرى او لاعيبه تانية ممكن مش هتجدد، بقول لكم القصه دي مش هتخش على جمهور الاهلي. النادي الاهلي وجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي عندهم تحدي، هي دوري ابطال افريقيا، محدش مركز في اي حاجه تانية، فاي عروض رسميه صدقوني هي مش رسميه ولا حتى شفهيه. وكان الكابتن امير توفيق كان خرج في بيان رسمي منذ حوالي يومين وقال لم نتلقى اي عروض ولم يتم حسم اي صفقات عشان نغلق هذا الملف، لكن البعض بيحاول ياخدنا في السكه دي عشان يعني يخبوا شويه فكره ان في لعيبه ممكن من انديه تانية ماشيه او مش هتجدد. لكن طبعا الناس فاهمه كويس قوي وعارفه خلاص بقى الاعلام بقى دلوقتي ماشي ازاي والناس بتتكلم ازاي وبتفكر في ايه. طيب نروح للمشاركات بخصوص افضل هدف احرز في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. إيمي بتقول طاهر محمد طاهر في سان داونز، إيهاب بيقول طاهر في سان داونز، وياسر إبراهيم في سان داونز. الناس بتتفق حتى مع بديع بن جمعة لما قال هدف طاهر في سان داونز الأول كان هدف مميز. طيب نشوف كمان آراء أخرى. كريم بيقول هدف طاهر محمد طاهر في سان داونز، مختار بيقول أعتقد هدف طاهر في سان داونز. ده في إجماع يا جماعة على هدف طاهر، واللي كان هدف بصراحة فيه شغل فني عالي جدا من طاهر محمد طاهر. عبد الرحمن السيد بيقول هدف طاهر محمد طاهر في سان داونز، وعبدو احمد نوح بيقول هدف محمد طاهر. على فكره يا جماعه ماتش فيتا برضو في كينشاسا كان فيه اهداف مميزه. طيب الصفحه اللي بعدها حماده حبيب بيقول هدف ياسر ابراهيم في سان داونز في لقاء العوده طبعا في بريتوريا بضربه راس. وعادل عاطف بيقول هدف ياسر ابراهيم في سان داونز لانها كانت صعبه جدا. هو فعلا ياسر لحقها في اللحظات الاخيره بعد ما عمرو السوليه رجع الكوره من ضربه ركنيه. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المشوار القادم، ولسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا متابعه حيه لهذه المباراه، وفي الحلقات القادمه كل يوم هيكون عندنا جديد بخصوص مباراه الترجي والاهلي. ما تسمعوش اي معلومه وما تصدقوش اي اشاعه، هنا هنقول لكم كل التفاصيل في برنامج الترند بخصوص هذه المباراه، وهنجيب لكم المعلومه من مصدرها من تونس، واخر اخبار ايضا فريق الاهلي لما يرجع للتدريبات ان شاء الله من يوم الخميس القادم.